أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شوفي شو صاير لك؟ والله يا دكتور صار معي أنا ومرتي شغلة مو حلوة مبارح. العياذ بالله العياذ بالله يا رجل. روح شوي وخبرني شو صار معك أنت ومرتك. يا سيدي كنا مبارح بالليل أنا والمرة عم نتونس، بتعرف يعني هيك يعني إيه ما في داعي للتفصيل. وشو المشكلة؟ المشكلة يا دكتور إنه قبل الونسة نسيت أنطق بالبسملة. إيوة وشو هاي البسملة؟ يعني سمي بسم الله. وين المشكلة؟ ما بيسوى تتبسمل بعد الونسة؟ لا دكتور لا، إذا ما تبسملت قبل الونسة بتصير في مشكلة، منكون بالتخت اثنين ونصير ثلاثة. بتكونوا اثنين بتصيروا ثلاثة. إيه شو هالألغاز؟ وضح عمي إسلام وضح. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. غفلتك عن ذكر اسم الله في جماعك لزوجك له عواقب وخيمة جدا لا يعرفها كثير من إخواني وأخواتي. وروايات الحديث بتدل دكتور على أنه البسملة تقال عند الجماع لا عند مجرد المداعبة. ماشي دكتور؟ ايوه ايوه باين الشغلة خطيرة. وشو يعني لا يضر شيطان؟ هاي اختلفوا عليها العلماء دكتور، وقالوا انه بدون البسملة ممكن يحدث للولد واحدة من ثلاث حالات: ممكن يصرعوا الشيطان، او يضلوا بالكفر، او يشارك ابوه وامه في الونسة. بعدين دخل على زوجته ومش عارف دخل على فين ولا قال ايه. فالشيطان عشر معاه وجمع معاه موجودة. الود متعفرت، الود عفريت ركبه، الود جن معفرته، مش عارف السبب. الغفلة عن ذكر اسم الله أثناء الجماع. فهمان علي دكتور ولا أشرح لك؟ لا لا فهمان عليك. وانت شو بتتوقع صار معك؟ أنا حسيت يا دكتور إنه العفريت كان معنا بالتخت. ليك ليك من لا سمع؟ إيه والله دكتور مثل ما عم بحكي لك. حالتك عم تتدهور يا سيد إسلام، لازم نحول من الحبوب على الإبر. اللي بدك إياه دكتور اللي بدك إياه. وإن شاء الله الولد ما يتعفر. بس بدك الصراحة، أنا حاسس إنه كتير من أتباعك عم ينسوا يتبسملوا قبل الونسة. شو قصدك دكتور؟ ما فهمت. سلامة فهمك.